مشاهدينا عدنا إليكم لنبدأ أولى فقرات برنامج الفهرس. تكلمنا وتحدثنا في الحلقات جميعا أن معرض مسقط الدولي للكتاب فعالية أو مهرجان ثقافي متكامل بكل النواحي. هناك المسرح، هناك الرسم والفنون، هناك التصوير، هناك الندوات، هناك المحاضرات، كل ما تشتهيه وترغب فيه النفس المثقفة يجده في معرض مسقط الدولي للكتاب. اليوم سنبدأ مع المسرح. معي الأستاذ محمد بن خميس المعمري، ممثل ومخرج مسرحي، سيحدثنا عن المسرح وبالأخص المسرح في عمان. مساء الخير أستاذ محمد. مساك الله بالخير دكتورة، ومساء المسرح لجميع المشاهدين لهذا البرنامج الجميل المتميز. أولا نبارك للمسرح العماني فوز مسرحية عمانية في مهرجان الشارقة. بالفعل نبارك لأنفسنا هذا الإنجاز، هذا الدليل بأن المسرح العماني قادم وبقوة إن شاء الله، وقدر يستطيع أن ينتزع الصدارة عن طريق فرقة مزون بالعرض الجميل مدق الحنة. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يمكن الملاحظ أنه في السنوات الأخيرة فعلا المسرح العماني بدأ يستعيد نشاطه اللي كان فيه، كان في حالة ركود سابقة، لكن بدأ يستعيد نشاطه. كثير من الفرق المسرحية بدأت تعمل مهرجانات، بدأت تعمل أيام مسرحية، هذا وأيضا الكليات، الجامعة، كل هذا كان يصب في بوتقة واحدة، هي بوتقة المسرح اللي فعلا كان نشيط في عمان، حصلت له حالة ركود ثم عاد مرة أخرى. حدثنا عن بدايات المسرح في عمان. والله أتوقع الكلام اللي قلته هو بداية صحية، فعلا حالة صحية طهر المسرح في عمان. نقدر نقول أن البداية أيضا متأخرة بعض. نعم. ما البداية الحقيقية للمسرح، مسرح الشباب في سنة 80 بالضبط. نعم. 1980، وقبله في تجارب بسيطة. نعم. لكن من 80 كان مسرح الشباب، كانت هناك تجارب حتى أتت الفرق الأهلية المسرحية العمانية. في هذه المرحلة مثل ما ذكرت كان في ركود معين لأسباب أيضا هي خلق حالة جديدة في المسرح. نعم. لكن في الحالة الأخيرة هناك إشارات جميلة جدا بأن المسرح العماني قادم بقوة وأن الحراك مستمر والحمد لله رب العالمين. هناك حراك يمكن على طول السنة، مهرجانات يمكن أكثر من 12 مهرجان بين المتوقف. نعم. وبين المستمر. هذا طبعا يثري الحركة المسرحية ويقوي المسرح في عمان، ونحن مستبشرين بخير. والنتائج الأخيرة التي تحققت على مستوى الخليج العربي تبشر بأن أن المسرح العماني بخير وقادم، وفي هناك إمكانيات وطاقات في جميع عناصره. احنا مستبشرين خير وما زلنا نعمل وسنعمل ان شاء الله من اجل الارتقاء بالمسرح، وباذن الله الطريق عندنا سالكه باذن الله. قبل لا نتحدث عن انه في فرق مسرحيه عملت مهرجانات، نتحدث عن انه اساس المشاركه خارج عمان. كيف يتم اختيار اي فرقه مسرحيه حتى تشارك في مهرجان مثل مهرجان شارقة أو مهرجان شرم الشيخ؟ عدة مهرجانات موجودة للمسرح. صحيح. كيف يتم اختيار الفرقة المسرحية حتى تمثل السلطنة؟ حقيقة هذا الجهد تقوم به وزارة التراث والثقافة في انتقاء أفضل العروض المسرحية للمشاركة. نعم. سابقا كان النتائج المسرح العماني هو من يمثل السلطنة، المركز الأول والثاني. نعم. أحدهما يمثل المسرح الخليجي، وأحدهما يمثل مسرح الشرق الخليجي أيضا. نعم. وهناك مشاركات للثاني والثالث على مستوى الوطن العربي. ثم ارتأت الوزارة في السنوات الأخيرة أن لا تكون النتائج هي النتائج الحقيقية. طبعا نتائج المهرجان المسرح العماني ما دليل واقعي أن هي النتائج الصحيحة. صحيح. فاختارت باختيار آخر أو طريقة أخرى تشكيل لجنة معينة، لأن من يمثل عمان خارج عمان. نعم. يجب أن يكون ذو جودة. نعم. ففي هذا العام تم اختيار فرقة مزون من خلال تنافس شديد حصل، والحمد لله رب العالمين كانت النتائج إيجابية. طبعا هناك مشاركات في عدة مهرجانات عربية. نعم. سواء كان عن طريق الفرق المسرحية خاصة، وأنا عارف التواصل الاجتماعي أيضا هناك رغبات للمشاركة عن طريق المهرجانات أو عن طريق العلاقات الشخصية أو عن طريق الجهات الرسمية، لكن إحنا يسعدنا دائما أن يكون المسرح العماني متواجد مع زملائه العرب في المهرجانات العربية أو الخليجية. وما يترك صدرنا أيضا وجود مهرجانات في عمان. نعم. تقيمها المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والفرق الأهلية، ومثل ما قلت لك حراك مستمر الحمد. نعم. لله رب العالمين، وسنجني ثماره في المستقبل بإذن الله. هذا اللي نريد نتكلم عليه الحين، أهمية المهرجانات الثقافية، المهرجانات المسرحية. نعم. اللي تقيمها الفرق مثل فرقة الدن. نعم. المسرحية الرستاق. نعم. أيضا. نعم. أنا حضرت من سنتين كان الكوميدي مهرجان الرستاق الكوميدي. أيوة. نعم. نعم. فهذه المهرجانات كيف بتأثر على المسرح العماني وكيف بتساهم في تطويره؟ أول تحية شكر للفرق الأهلية العمانية بأنها استطاعت أن تقيم مهرجانات سواء. نعم. كانت عربية
أو عالمية أو دولية بجهود ذاتية بعيد عن الدعم الحكومي، وإن كان دعم بعض المؤسسات الحكومية، لكن أن تقيم فرقة أهلية مهرجان عربي أو دولي ويحقق نجاح كبير، فهذا دليل أن هناك كوادر. المهرجانات هذه راح تثري في جميع الجوانب، في جوانب العرض المسرحي. سنجد كتاب، وفعلا هذا ما وجدناه، سنجد كتاب جيدين، سنجد ممثل جيد، سنجد مخرج جيد، سنجد إداري، سنجد تنظيم. دائما الأخوان العرب الفنانين العرب الذين يحضرون مهرجاناتنا، سواء مهرجان الدن أو مهرجان مازون أو مهرجان الرستاق أو أي مهرجانات أقيمت واستقبلت وقلبت ضيوف معهم، دائما يشيدوا بالتنظيم، يشيدوا بالمستوى، يشيدوا بالرقي، والحمد لله رب العالمين. يعني هذا لا الخير أن هذه المهرجانات تثري الحراك المسرحي في عمان. مثل ما قلت لك سنجني ثمارها، وما زلنا ونحن الآن نجني الثمار، ولكن سنستمر إن شاء الله. سيصبح المسرح العماني من المسارح العالمية والعربية المتفوقة والمتميزة بجهود هؤلاء الشباب. الفرق التي تقدم هذه المهرجانات لها ألف شكر، ونتمنى أن تستمر هذه المهرجانات. فعلا هناك حالة غير طبيعية في السلطنة، وتطور يعني حتى الجمهور المسرحي في عمان. أصبح جمهور أيضا هو دائما جمهور ذواق وذويق ويتابع، لكن الإحصائيات الأخيرة تقول سيأتي الجمهور المسرحي في عمان بعد كرة القدم، يعني يأتي المسرح هي المحل يعني المرتبة الثانية. فعلى المستوى الثقافي والفني أن تكون أنت ذو قاعدة جماهيرية، فهذا دليل نجاح. والدليل على كذاك انه من سنتين تقريبا كان في مسرحيه في جامعه السلطان قابوس، ما في مكان كراسي، ولما حضرت فعلا عندكم في الرستاق كان يعني عدد كبير من الحضور، وايضا مهرجان الدن ايضا عدد كبير من الحضور. دكتور يعني احنا بعض العروض نغلق الصاله قبل نص ساعه، وكنا نعتذر لبعض الجماهير وبعض العائلات. يعني ايضا انت قلبت عائلاتنا لمشاهده العروض، خاصه في المسرح الكوميدي تجربتنا في الرستاق تجربه ناجحه، والدوره الثانيه ايضا اثبتت النجاح، وان شاء الله راح نستمر بجهود الجميع وبتكاتف الجميع باذن الله. استاذ محمد، خلينا نتكلم عن البدايه. اللي هو الطلاب، المسرح الطلابي والمسرح في الكليات. حاليا في مسابقه بين التعليم العالي، يعني مؤسسات التعليم الكليات والجامعات في جانب المسرح بالضبط، وكليات العلوم التطبيقية. يعني هذا الجزء هل سيساهم مستقبلا بالإضافة إلى الفرق المسرحية في تطوير الذائقة المسرحية لدى الجمهور وأيضا لدى القائمين على المسرح؟ بالضبط. المهرجانات القائمة في عمان، سواء ابتداء من المهرجان المسرح المدرسي للأسف الشديد الذي توقف، هذا يثري. كان يعني هناك نتاج طلاب جميلين، يعني احنا تابعنا يمكن 4 دورات أو 5 دورات اقامتها وزاره التربيه والتعليم، ثم كملت عليه الكليات سواء العلوم التطبيقيه. الشيء المثلج للصدر ايضا في كل جامعه وفي كل كليه هناك مهرجان داخلي، او هناك مهرجان مثل مهرجان افاق، مهرجان جامعه السلطان قابوس. انا اقول لك اكثر من 17 مهرجان بشكل يوم. هذا طبعا راح تثري وما زالت تثري، واستفاد منها ايضا هناك قاعده جماهيريه كبيره، قاعده ايضا متخصصه، غير الأكاديميين أيضا الجمهور العادي بدأ يدخل ويتنافس في الدخول. أيضا أصبح المهتم بالحراك المسرحي يعني يحسب حسابه أن هذه المهرجانات تتطور وتبحث عن الخصوصية وتبحث عن التميز. وهذا ما يثلق صدرنا إن شاء الله. أستاذ محمد، كيف ممكن نعمل على تطوير أكثر للمسرح من خلال تأهيل القائمين عليه؟ الممثل، المخرج، كاتب النص المسرحي، المكياج، الإضاءة، إيش سموها، الفونوغرافيا، السينوغرافيا. فهذه الأشياء كلها محتاجين أن احنا نأهل ونطور شبابنا على أساس أنه فعلا نطور المسرح. دكتورة، احنا يمكن هذه المهرجانات اللي تقيمها الفرق الأهلية وتقيمها المؤسسات الحكومية تصاحبها ورش، تصاحبها ورش في هذه التخصصات، في الإخراج، في التمثيل. هذا شيء جيد، هذا يعني جنينا ثماره. الحين نرى مخرجين متميزين من الشباب، من الجيل، هناك جيل قادم ثاني وثالث في عمان يبشر بالخير. من خلال هذه المهرجانات، من خلال هذه الدورات، من خلال هذه الندوات، من خلال اللقاءات الوديه اللي تقام على هامش هذه المهرجانات، فانا اقول اي كان مستوى هذه المهرجانات الا انها ستاتي بما يفيد المسرح العماني وما يفيد المتخصص في المجال المسرح والجمهور. فهذه الورش زايد نحن نطالب ايضا، وهذا حق مشروع، ان تكون هناك جهه ترعى هذا الجانب،
نفتح القسم في جامعة السلطان قابوس على سبيل المثال، أن تكون لنا كلية متخصصة، جامعة متخصصة في هذا المجال، أن يكون هناك مناهج تدرس لطلابنا في المدارس، في الناشئة الصغيرة، نزرع فيهم حب المسرح، ما معنى المسرح؟ فهذه مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع، سواء كان المتخصصين في المسرح، سواء التربويين، سواء أيضا حتى الجمهور، حتى وسائل الإعلام. ودوركم أنتم يا دكتورة أيضا واضح يعني في هذا المجال. ما كنت أريدك هذا السؤال، بس أنت جيت منطقتي الحين. أنت إيش رأيك في إلغاء دمج جمعية المسرحيين مع جمعية السينما؟ والله ما كنت أريد أسألك ذا السؤال، بس أنت جيت المنطقة. هذا أتوقع أنه كان خبر مصدم صادم للجميع المهتمين بالمسرح والسينما. نعم. يعني كان مجالين مختلفين، صح أنهم يعني في مجال واحد لكن مختلفين. يقول لك كله تمثيل. طب تمثيل سينمائي، السينما علم والمسرح بالفنون. زين، القاعدة المسرحية في عمان تفوق القاعدة السينمائية، السينما بعده قليل يعني، فنظلم هنا واحدة من الجمعيات. لكن دكتورة ما يوسف أيضا حتى يقول توقفنا الجمعيتين هنتين مع بعض. شكرا محمد. لكن نتمنى ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. ايضا من خلال ملاحظتنا لتطوير المسرح العماني. نعم. انه فعلا رامي المشيخي فاز بجائزه. نعم. في البحرين. بالضبط. هذه هي مخرجاتنا فعلا، مخرجات المسرح، التطور المسرح العماني. نعم. وجزا الله كل الخير القائمين عليه من امثالك محمد وكثير من الشباب المهتمين بالمسرح. هذا واجبنا دكتوره، واجبنا، وعندنا كوادر جميله سواء في التمثيل سواء في الاخراج. يعني احنا الحمد لله عندنا بحر واسع، بس محتاجين تنظيم، وان شاء الله التنظيم سياتي في المستقبل. مستبشرين خير، واعد جميع متابعين الحركه المسرحيه في عمان، احنا نشعر بالسعاده الكبيره على ما حققناه وما سنحققه، والحراك مستمر بشكل جميل، وجمهورنا ايضا متفاعل معنا، والحمد لله عمان ولاده دائما، واحنا بخير والحمد لله. والمسرح العماني قادم وبقوه باذن الله. السنه القادمه فيه مسرح رستاق، مهرجان رستاق العربي للمسرح الكوميدي. طبعا ولدت الفكره ايضا من خلال الجمهور، متابعتنا للجمهور من انا 83. نعم. وكان فريق رستاق يسوي التقاء بين الفرق الرياضيه. نعم. فشفت تفاعل الناس مع الكوميديا. نعم. مع المسرح الكوميدي، فهو قريب من الناس. احنا كل سنتين ان شاء الله سنقيم هذا المهرجان ومستمرين عليه ان شاء الله. هو يعني جاء ليستمر باذن الله. باذن الله تعالى. باذن الله. محمد بن خميس المعمري، ممثل ومخرج مسرحي، شكرا جزيلا لك وشكرا لتواجدك معي. بارك الله فيك دكتوره، وشكرا لهذا البرنامج المتميز. تسلم، الله يحفظك.